يعني هلا كنا عم نسمع تقرير لزميلتنا هالة السعدي عن الاغاني التراثيه الساحليه واللي تاثروا فيها يمكن الصيادين، البحاره، اهالي الساحل السوري، واللي غنت عن البحر ان كانت جبليه، حتى فيروز كان لها حصه يعني بمارينا. هاي الاغنيه اللي كان كلها صياد يرددها وبتنحط على الفلونكات، هلا شفنا فلونكا كمان حاططها نور. وقديش يمكن كان في وما زال اصوات جميله غنيه، الساحل السوري غني بالاصوات الجبليه والعتابه والمواويل، ودائما مع كل جيل جديد في اصوات شابه بنفتخر ونعتز فيها. اليوم اكيد لازم نسلط الضوء على احد المواهب السوريه الشابه. اكيد، ولهيك اليوم معنا مشاهدينا ايضا صوت جبلي من محافظه اللاذقيه، اشتهر بالعتابه والميجنه واحياء التراث الساحلي والطرب ايضا. اليوم رح نستمتع كثير بايضا جوله على التراث بصوت مميز جدا، وسيم الرفاعي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. قبل الكلام لازم نسمع شيء بالبدايه، خلينا شو حابب تسمعنا بالبداية لقائنا لليوم؟ يلا تكرم. يمكن في أغاني كتير عن البحر جبلية كمان. رح نغني لكم على البحر هلا. رح تغني لنا عن البحر وأغاني الشواطئ الجميلة. يلا تماماً. هاي المنطقة كتير حلوة وراك لوحة طبيعية. أكيد إن شاء الله. تمام. طب شو رأيك لابين ما يجهز الأورج تخبرنا أول شيء عن مشاركاتك هاي السنة كيف كانت؟ كان في مهرجانات معينة غطيتها؟ كان في مشاركات؟ وخاصة شفنا أنه آخر فترة هلأ فترة يعني السياحة، المهرجانات، الأعراس، الفرح، خبرنا. موسم سياحي. لا شاركنا بكل المهرجانات، ولكن كان دائما نحن ميالين للمهرجانات الشعبية، لأن المهرجانات الشعبية صوت الشعب ولسان الشعب. ومؤخرا بمهرجان خلينا نقول استحقاق شاركنا بمهرجانات قديمه، وهي كانت اخر بالقرى مهرجان. كان في جوله بالقرى، عملت جوله أكيد بالقرى بالاماكن الشعبيه والساحات والاماكن الرسميه، اكيد لا غنى يعني. قديش بعد بتلاقي فعلا الناس بتتفاعل مع الاغاني الساحليه؟ دائما كانت تمتاز وما زالت طقوسنا العائلية، يعني بتلاقينا لما نجي على الساحل ونجتمع العتابة، المواويل، التنافس مين صوته أعرض وجميل، هي من طقوس ربينا عليها. يمكن ما في بيت ما بتلاقي فيه خامة صوتية جميلة. الناس بعدها لهلا يمكن من أجمل طقوسها المسائية بالأعراس وبالمناسبات لازم يكون في صوت جبلي عم يغني. لهيك المعتاد ايام زمان كانوا كان اللي يروي الناس هو الصوت العريض والجبلي اللي بيمثل الجبل، بيمثل البيئه، بيئه الفنان، بيئه الناس اللي عايشين فيها. فنحن بالدرجه الاولى ميالين للون الشعبي لانه ابناء الساحل وابناء البحر، نحن يعني متاثرين اللون دائما. الفنان بياخذ لون الغناء من لون البيئه اللي عايش فيها. فراح نسمعكم هلا اغنية. يلا خلينا نغني لك ونسمع ونسمع العالم اصوات ساحليه يا كمان. يلا شو بدنا نسمع؟ رتني ارجع طفل صغير وعيش زمان الطفوله. يلا نحن سمع. يلا تفضل. فينا نبلش بلا أورج مقطع موال. رتني ارجع طفل صغير وعيش زمان الطفولة، حتى العب على الحصير ويربولي جدولي. رتني ارجع طفل صغير وعيش زمان الطفولة، حتى العب على الحصير ويربولي جدولي. صير بعمرك وبني وتلاعبني وبي، صير بعمرك وبني وتلاعبني وبي، عيش بدنيا الحنية محلى دنيا الطفولة،
عيش بدنيا الحنية محلى دنيا الطفولي. رتني عاود عكتابي وقرع اطراف الغابي وعود كل احبابي نقعد فوق العدولي. رتني عاود عكتابي وقرع اطراف الغابي وعود كل احبابي نقعد فوق العدولي. واقرب مدرسة الحارة والعب عسطوح الجارة بوس كل العزارة وينادولي دلولي. بوس كل العزارة وينادولي دلولي. سلم هالصوت يا وسيم. يعني عم تغني غنية رجعتنا هيك شوية للعائلة لزمن الطفولة للعائلة لهي الأوقات الحلوة اللي بيقضوها سوا وقد كان في فعلا هي يعني التقاليد والتراث اللي نحن اليوم حابين نرجع نحييها. أغاني كتير تغنت جبلية من تراثنا الساحلي الجميل. شو أكتر شيء تأثرت فيه؟ شو بتحب تسمع أنت؟ شو بتحب تدندن يعني؟ هلا أنا بغني كل شيء. جاهز الأورج هلا صار من دندن. بغني كل شيء ولكن ميالين للون الجبلي الموال الشامخ كون أبناء جبل وبحر فمتأثرين بهاللون بالتأكيد. ولكن بنغني كل شيء. يلا سمعنا. راح نغني لكم أغنية للبحر. 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 تمام. جاهز؟ يلا. تفضل. يلا. يلا. هدي يا بحر الموجات حن المركب علمينا. هدي يا بحر الموجات حن المركب علمينا. لو تعرف معنى الآهات لو تعرف معنى الآهات ما كنت بتغدر فينا. تنسى وين تنسى وين تنسى وين تنسى وين تنسى وين مودينا. هدي يا بحر الموجات حن المركب علمينا. هدي يا بحر الموجات حن المركب علمينا. لو تعرف معنى الآهات لو تعرف معنى الآهات ما كنت بتغدر فينا. تنسى وين تنسى وين تنسى وين تنسى وين تنسى وين مودينا. كنت كبير وكنا صغار جمعنا وتحكي الأسرار. كنت كبير ونحن صغار جمعنا وتحكي الأسرار. يا بحر تعودنا عليك لم العشاء أحواليك. لو شفنا الأسوى بعينيك لو شفنا الأسوى بعينيك كنا الشط بقينا. تنسى وين تنسى وين تنسى وين تنسى وين تنسى وين مودينا. هدي يا بحر الموجات حن المركب علمينا. لو تعرف معنى الآهات لو تعرف معنى الآهات ما كنت بتغدر فينا. تنسى وين تنسى وين والله وين
تنسى وين تنسى وين مودينا. يسلم هالصوت ويسلم هالتم. اليوم قديش بتلاقي يمكن في صعوبة للمواهب الشابة تكمل في ظل السوشيال ميديا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تساعدك للانتشار، بس كدعم واستمرار فنيا قديش فعلا عم دائما بنلاقي في مواهب شابة مصرة تكمل لو على حسابها الشخصي؟ يعني بتلاقي في تعب وجهد ومجهود مضاعف اليوم لتقدروا تكونوا موجودين في ظل الظروف. هلا هي صعبة وسهلة بنفس الوقت، لأنه أيام زمان كان في شركات إنتاج لتوزيع الأغاني، هلا صارت الحكاية سهلة يعني، بس بنفس الوقت فيها صعوبة. يعني هلا السوشيال ميديا وفرت علينا وسهلت لدعم أغانينا وانتشار الأغاني، ولكن تشتتت الحكاية يعني. أكيد. عم نلاقي الصعوبة هلا. وسيم نحن كتير حابين نسمعك، كمان بدنا غنية هيك جبلية بدنا نجموها من تراثنا الساحلي. سمعنا شيء من التراث الساحلي. يلا غنيكم موال. ساحل حبيبي والجبل شامخ غني، ساحل حبيبي والجبل شامخ غني، والشعب صامد يا دهر ما بينفني. محفور قلبي عالصخر والسنديان، وحبة ترابك عندي أغلى من الدنيا من الدنيا. ليك وشموخ الشام ساكن قاسيون، ومن سمع انه قاسيون بينحني ينحني. مرقد جنب النبوعة هالدلوعة، يا ويلي شو نعنوعة هدت حيلة، تتمشى دادي دادي بدرب الوادي، أنا لحلف بولادي عم تصليلة. ناوي اعمل لها حفل بساعة غفلي، ترقص لي مثل الطفلي وبتوميلي. مرقد جنب النبوعة هالدلوعة، يا ويلي شو نعنوعة هدت حيلي، تتمشى دادي دادي بدرب الوادي، أنا لحلف بولادي عم فصليلي. We'll be right back.
خلاني شارد غاوي بهالجدولي بتغازل بعيونا ويلي شنونا لو هالعالم شافونا ما بيعني لي مرقت جنب النبوعة هالدلوعة يا ويلي شو نعنوعة هدت حيلي تتمشى دادي دادي بدرب الوادي أني لحلف بولادي عم تصليلي وأني لحلف بولادي عم تصليلي أني لحلف بولادي عم تصليلي لما هالصوت يعني مفردات كل العالم عم تغني كل العالم عم تغني يعني تسلم هالتم الله يخليك تسلم اكيد نحن يعني كثير كنا سعيدين بوجودك معنا. كلمه اخيره بتحب توجهها قبل ما نختم معك كمان باغنيه بدنا كمان تولع هيك الجوله سوريا او لا اللاذقيه بشكل خاص طبعا اتمنى تضل البسمه مرسومه على وجوه اطفالنا ومنتمنى ساحاتنا ومسارحنا تكتظ بالجمهور وبالأفراح ويبقى قاسيون بلد المنارة والشموخ وترجع سوريا تتعمر أكيد. نحن كثير عايشين على مبدأ الأمل بالعمل الشعار اللي طرحه سيادة الرئيس ولا عمل بدون أمل ولا أمل بدون عمل. نعم. فإن شاء الله بتبقى سوريا عامرة بالنصر والعز ويبقى شعبها الوفي وجيشها الله يحميهم ويحمينا القائد ويحميكم جميعا. أكيد. لكن خلينا نختم يا نور مع ليلي بنتك بأغنية جميلة. نحن بنشكر وجودك ونتمنى لك التوفيق بحياتك المهنية يا رب خليك. وضل هيك يعني مناطق بلادنا الجميلة عمرانة بالاستثمارات بالفرح بالأصوات الحلوة يا رب وبالنصر وأهم شيء راحة البال لكل السوريين يا رب وبتفرج على الجميع إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شكرا. الشمس عنك والشمايل يا عبا البيادر والسنابل والشمايل عنك سرقت الوان الدهاي وشلون انام الليل انت على بالي والله عبالي انت على بالي انت عزيز الروح ما بعدك غالي ما بعدك غالي ما بعدك غالي ليش يلوموني والله يلوموني
مشتاق لك مشتاق. ليش يلوموني ليش يلوموني ليش يلوموني؟ وشلون انا مليت انت على بالي والله بالي انت على بالي. انت عزيز الروح ما بعدك غالي ما بعدك غالي ما بعدك غالي.